according to body support، حسب وجود دعامة للجسم. في animals ما فيهاش في support اي هيكل عظمي في جسمها، لا بره جسمها ولا جوه جسمها، نسميها soft bodies. زي the body doesn't have a support، زي الاكتوبوس الطابوت، worm الديدان، الجيلي فيش هو قنديل البحر. supported body جسمها فيه هيكل، ممكن يبقى الهيكل ده داخلي بسميها vertebrates. اوكي، ليها internal support. طبعا الفيرتبريت بتشمل الايه، الفيش، الريبتايلز، الامفيبيان، البيرد والمامولز. طيب الاكسترنال سبورت بقى ليها دعامه خارجيه زي المسلز والسنيل. مسل اللي هي المحار، وسنيل اللي هي القواقع. بقسم الارثروبودز. يعني ايه كلمه ارثروبودز؟ يعني انيمالز ليها جوينتد ليجز. يعني كلمه جوينتد ليجز ارجل مفصليه فيها مفصل في الرجلين. اوكي، يبقى كلمه ارثروبودز معناها دي ار انفيرتبريت، حيوانات ما عندهاش سكيلتون، ذات ار كاركترايزد باي هافينج جوينتد ليجز. انا بقسم الارثروبودز حسب النمبر اوف جوينتد ليجز، اما ليها 6 يعني 3 و3 او 3 بيرز اوف جوينتد ليجز بسميها انسكتس، زي الانت، نم، بي، نحل، فلاي، دبانه، كاكروتش، الصرصار. اريكنيدز ليها 8، 4 هنا و4 هنا، او 4 بير اوف جوينت ليجز، زي السبايدر، العنكبوت، سكوربيون، العقرب. ميريابودز ليها رجلين، ليها عدد كبير بقى زي السكولوبندرا والايه والجوليوس، واحده فيها ليها 1000 رجل والثانيه بسميها ايه، ام 44. المامولز بقى، المامولز تقسم حسب التيث، حسب وجود اسنان. ما عندهاش اسنان او عندها اسنان، ما عندهاش اسنان بسميها ايدنتس، زي السلاث حيوان الكسلان، او الارماديلو اللي بنسميه المدرع. مامولز هافينج تيث، حسب الاسنان دي ممكن يبقى ليها فرونت تيث اكستندنج اوتورد، اسنان اماميه ممتده بره بقها، او بوينت كيناينز اند مولرز، ليها انياب حاده ودوس قويه، او ليها شارب انسايز وليها قواطع حاده. اولا كده الانيمالز اللي ليها فرونت تيث زي الهيدجهوغ، الانفيت. طب الفرونت تيث بينيل بيها ايه؟ عشان تو كابتشر انسكتس، عشان بيظهر حشرات. الانيمالز اللي ليها بوينتد كيناينز، انياب حاده وشارب مولرز، ضروس قويه زي اللاين، التايجر، الفوكس، عشان تظهر اصناع اللحوم. الانيمالز اللي ليها انسايزور بقسمها رودنت او لاجومورفز، حسب الانسايزور اللي عندها. الرودنت ليها 2 pair of incisors، ليها زوجين بس، اتنين يعني سنتين فوق وسنتين تحت، او 1 pair في الابر جو، 1 pair في اللور جو، زي الرات، الفار، الجيربو، حاجة اسمها اليربوع، سكويرل، السنجاب. يجمجمة الفار فيها سنتين فوق وسنتين تحت، يعني 2 pair. طيب اللاجوموربس زي الارانب، تختلف عنها انها عندها 3 pair of incisors، اتنين في الابر جو وواحد في اللور جو، زي الارنب طبعا، اشهر مثال ليها الارنب. عنده اربع سنات فوق وسنتين ايه تحت. طبعا السنات انا بتكلم على انهي سنان، الانسايزور القواطع. في سنان جوه، في طبعا ضروس جوه ما نرجعوا بيها، بتكلم على ايه، على الانسايزور. انا الفرع عنده ضروس، بس انا بركز على مين، الانسايزورز اللي بره. ده بالنسبه للكلاسيفيكيشن اوف ايه، انيمالز. تاكسونومي الساينس اللي بيقسم الليفنج اورجانيزمز لجروب، زي ات از ا برانش اوف بيولوجي ذات search for similarities and differences among living organisms. okay، اللي اسس علم التاكسونومي كان ساينس اسمه لينيوس. لينيوس استخدم وحده التصنيف دي اسمها species، يعني كلمه species مجموعه من living organisms متشابهه في الشيب، لكن عندها اهم حاجه متميزه ان عندها قدره انها تعمل reproduction، تتفاعل مع بعضها وتنتج لي ايه، fertile individual، افراد عندها برضو قدره على التكاثر. معنى ايه؟ أشهر إكزامبل الحصان والحمار، هورس أند دونكي. الحصان نوع والحمار نوع تاني، ده سبيشيس وده سبيشيس مختلفة خالص. طب لو حصل بينهم ريبرودكشن بين الحصان والحمار، هيطلعوا لي حاجة اسمها إيه؟ ميول. طب الميول ده أصلا ممكن يتكسر؟ لا، مش حاجة اسمها بغل، يتجوز بغلة، يقولنا بغل صغير. هو البغل بيجي إزاي؟ لما يتجوز حصان مع حمار. أوكي؟ البغل حد ذاته عقيم أو فيرتل. اوكي،
when a horse mates a donkey, they produce sterile female called mule. Sorry, مش fertile, sterile. فرض عقيم. Because they are different species. Thank you.